الخبرية الأخيرة والحلوة كثير هي خبرية وطنية حلوة كثير، وما قصدها كمان وطني لنقدر نتذكر جمال طبيعة البلد اللي نحن فيه لبنان. هيدي الخبرية هي لقيتها عبر تصفحي للشبكات الانترنت، ولقيت ويب سايت كثير حلو، سي يور سيلف لبنان، كثير حلوة فكرة طالعة من خلال ويب سايت نقدر نفوت عليه على الانترنت ونقدر نشوف هاي ريزوليوشن ايمجز، ومن خلال هيدي الهاي ريزوليوشن ايمجز نقدر نشوف بيت الدين وصيدا وغيرها، ابرز المعالم السياحيه والاثريه من خلال اوجمانتد رياليتي اسمه جوجل كارد بوكس، بنحطها او من خلال الويب سايت او 3D على يعني الموبايل تلفزيون. بيطلع 3D المشهد، فينا نفوت لجوا وفينا نشوف عدة مناظر موجودة ببعلبك وغيرها من الأماكن الأثرية مثل بلوعة بيت بلوع وحتى مغارة شعيتا، بنقدر نفوت عليها اللي يعني أماكن يمكن حتى نحن اللبنانيين صعب نوصل لها أو بعيدة وحابين كمان نكتشفها. هون عم نشوف بس كيف بنقدر نتحرك فيها. حلو. نعمل لودينج. خلص وقتنا جاد مع هالمشاهد الحلوة، شكرا لهالمعلومات، ومنشوفك على رادة بعد كم يوم. أكيد.